الجد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على تمام الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا الدعاء يقال عند الرفع من الركوع، وفي فترات ماضية قبل حول ونيف، نعم قبل حول ونيف كان هذا، وطبعا هو حديث صحيح عند الإمام مسلم في صحيحه. وقبل حول ونيف كان هناك بعض الناس يرسل في وسائل التواصل وفي منتديات الانترنت قبل ذلك، يقول الله ليس له جد وليس له ابن، وهذا الدعاء خطأ فغيروه وقولوا الجد وليس الجد. وطبعا هذا يدل على جهل بعض الناس حقيقة لما يتكلم فيما لا يعرف. نقول وإن سلمنا بقولك جدلا فنقول أين تذهب من قول ربنا عز وجل وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ثم أنه لو تأمل في معنى الحديث فالمقصود منه ولا ينفع صاحب الحظ والنصيب والقوة منه حظه ونصيبه وقوته، هذا معنى كلمة الجد، هذا معنى كلمة إيش الجد، معنى القوة والحظ والنصيب. وهذا هو من أدعية الرفع من الركوع. تأملوا ما فيه، ربنا ولك الحمد، ولها ألفاظ متعددة أعني هذه اللفظة وليست لفظة الدعاء، الدعاء ثابت بربنا ولك الحمد، لكن عند الرفع من الركوع تقول اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كلاهما دعاءان مستقلان، أو تقول ربنا لك الحمد والرابع ربنا ولك الحمد. هذه أربعة أدعية مختصرة في الرفع من الركوع. ملء السماوات وملء الأرض، فما ظنك بهذه السماوات وأجرامها وما ظنك بهذه الأرض ومساربها وما فيها، فكيف تملأ؟ لكن سبحان الله، انظر إلى عظيم الذكر، كيف يملأ هذه الفضاءات الواسعة. ثم أتم النعمة فقال وملء ما شئت من شيء بعد، أي ما شئت من شيء أنت يا رب تعلمه ونحن لا نعلمه. هذا الحمد يملأه، ثم قال أهل الثناء والمجد، يعني يا رب أنت أهل الثناء والمجد، يعني الرفعة. أحق ما قال العبد، أي أن هذا الحمد هو أحق ما يقوله العبد لك يا ربنا، وكلنا لك عبد. هنا تام العبودية لله تبارك وتعالى، لا مانع لا نافي للجنس، لما أعطيت ما يفتح لله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده إلا هو، ولا معطي لما منعت. إن منع الله عز وجل على الإنسان شيء مهما بلغ لكي يريد أن يصل إليه لن يستطيع أن يصل إليه. وأدل وليس أدل على ذلك أن الله عز وجل بقدره تبارك وتعالى قد كتب الكفر على من؟ على أبي لهب، ومع ذلك نزلت الآية، وكان يستطيع أن يقولها ولو كذبا أنه مؤمن بمن؟ بمحمد، ينقض هذا الدين، لكن الله عز وجل قد حجب عنه هذا الإيمان. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربي فويل للقاسية قلوبهم من ذكر. فحقيقة هذا دعاء يعني عظيم، وهذا ذكر منيف لمن تأمله. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا لفظ الحديث حق أفعل قبي، وقد غلط فيه طائفة من المصنفين فقالوا حق ما قال العبد، وهذا ليس لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام. أيوة، لأن احنا عندنا يا أخواني في كلمات في صيغة التفضيل
كلمة خير وكلمة شر. قالوا التفضيل فيها يبقى على نفس اللفظتين، ولذلك قال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فقالوا خير لا يأتي منها أخير، ومنهم من قال خير يأتي منها أخير وشر يأتي منها أشر، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قالوا وهذا معروف عند العرب، ولكن الأبلغ أن تبقى شر على شر وتبقى خير على خير. هنا في هذا الحديث أحق ما قال العبد صيغة إيش؟ صيغة تفضيل. فمنهم من حذف هذه الهمزة وقال حق ما قال العبد على الابتداء، ولذلك الكلمة الأولى هي أبلغ، لأن الخبر المبتدأ محذوف، أي أن الحمد هو أحق ما قال العبد. نعم. وهذا ليس لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس هو بقول سديد، فإن العبد يقول الحق والباطل، بل الحق ما يقوله الرب، كما قال تعالى فالحق والحق فالحق والحق فالحق والحق أقول، لأن جنب الجيت ونزعي معي. نعم. ولكن لفظه حق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف، أي الحمد أحق ما قال العبد أو هذا، وهو الحمد أحق ما قال العبد، ففيه بين أن الحمد أحق ما قاله العبد، ولهذا أوجب قوله في كل الصلاة، أوجب قوله ولذلك أوجب قولها في كل الصلاة. نعم. قولها في كل الصلاة. نعم. وأن تفتتح فيها الفاتحة. نعم. أيوة نعم، يعني الحمد لله في كل الصلاة وتفتح فيها الصلاة في سورة إيش؟ في سورة الفاتحة. نعم. أوجب قوله نعم. كل خطبة. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، فجعلت إن الحمد تجد في كل شيء، في الصلاة وفي الذكر وفي الدعاء وفي استفتاح القرآن، بل وفي استفتاح الخطب المنبرية. نعم. الحمد هو أفضل نعم الله على عباده، وهو أجل من نعم الله التي وهو من أجل نعم الله على عباده التي أنعم بها على العبد برزقه وعافيته وصحته والتوسعة عليه في الدنيا في دنياه ونحو ذلك. ويشهد لهذا ما رواه ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد بنعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطى أفضل مما أخذ. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.